صاحب محل العطور اللي قلت بالك هنا هيك هذا مشروع لابني الصغير اللي شهر بس فاته حوالي 10,000 دولار في قلبه. بنقول العدو اذا ما كناش نحب المقاومه اليوم بنحبها، واذا كنا بنحبها اليوم بنعشقها، ومطرح ما يضع المقاوم قدمه سنضع رؤوسنا. استهداف غاشم، قوة غاشمة ما استخدمتش في أي مكان في الأرض، حتى في هيروشيما وناجازاكي ما صارش زيها. استهدف البشر والشجر والحجر والأطفال، ما يخلوش إشي على بعضه. تقدرش تعرف دارك من دار جارك. طب انت لازم تبطلها.